جميل. عمر عصر كان ليه برضو مشاركة في أولمبياد طوكيو، كيف رأيت هذه المشاركة؟ طبعا عمر ابن من ولاد الأهلي، يعني هو لعيب في الأهلي وهو عنده 10 سنين ولا حاجة، وبعدين ما ابتدى يحقق نتائج وابتدى يظهر ابتدى يجيله فرص ان هو يلعب بره محترف. طبعا النادي ما بيقفش قدام لعيبته، قدام مستقبل لعيبته، فسمح له ان هو يطلع ويلعب بره في المانيا وفي فرنسا ويقابل التدريبات اللي هناك والمستويات اللي هناك، وربنا كرمه وهو نجح في الاخر ان هو المحصله ان هو يطلع خامس في الدوره الاولمبيه اللي فاتت. طبعا ده نتيجة عمرها ما حصلت في تاريخ مصر. طيب لو رحنا بما ان احنا بنذكر ابطال بقى، رحنا للسيد لاشين برضو، خلينا نعرف من حضرتك. سيد لاشين كابتن فريق الاهلي وبقى له حوالي 18 سنة في النادي، لعيب مخلص جاي برضو. لعيب مخلص طبعا طبعا، اسم كبير، بيبذل مجهود كبير، ولاؤه غير طبيعي للنادي الاهلي، فهو ده اللي بيميز سيد في هي كل مرحلة سنية يا كابتن اشرف بيبقى لها شكل مستقل او مختلف من التاهيل، سواء النفسي او البدني او المهاري، ولا بتبقى فيه ثوابت كده كده بتطبق على كل الاعمار؟ لا اكيد طبعا، بيبقى كل مرحله بيبقى ليها طريقه تدريب معينه، لان اللعيب اللي تحت مثلا 12 سنه او 11 سنه مش هلاعب، مش هديله نفس التمرينات اللي بيلعبها فريق درجه الاولى. الفتره الاولانيه اللي هي بتبقى المدارس و11 و13 بتبقى تثبيت المهاره عند اللعيب، بيبقى المدرب بيبقى كل شغله على انه يثبت المهارات عند اللعيب، في نفس الوقت يعلمه ازاي يلعب ماتشات ويحقق بطولات ويحقق نتائج والكلام ده. بعد كده بنطلع لسن من 15 ل 17 سنه بناكد على المهاره ديت، وبعد كده بيطلع السن الكبير بيلعب بطولات مع الفريق الاول ويلعب انديه عربيه وانديه افريقيه وحاجات كده.